السلام عليكم ورحمة الله. كدايرين متتبعي قناة فلوغ وتاويل بيتي شانيل؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي بغيت نشارك معاكم فيه هذا الفطور او البرانش نزولا عن طلبكم. كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات اللي كنشارك معاكم، وغنشارك معاكم ايضا طريقة تحضير الكريب اللي معتمدة عندي سنين وسنين، اللي كيجيو رائعين وناجحين رطيبين، يمكن نديروهم حلوين او لا مالحين بحال سندويتشات. هانتوما كتشوفوا القوام ديالهم كيفاش كيجيو ملي كنطويهم، كيساعدونا كيما بغينا، وحتى من الداخل كيجيو رطيبين والنكهه ديالهم رائعه بزاف. فاللي كان مهتم بالوصفه فقط بلا ما يعرف تفاصيل البغانش يمكن له يمشي للدقيقه الثالثه. ودابا غنمشي معكم دقه دقه في هاد الطبيله هادي، نقول لكم شنو حطيت وكيفاش حطيت، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف كتعرفوا سبق قلت لكم يعني الظروف شويه صعيبه، ما كاين لا مطاعم لا حتى شي حاجه، والعطله والوليدات في الدار، فمره مره كنفرحوهم ما فيها باس. هنا درت خبيز مشكل في هذا الطبق هذا، واستعملت هذا لي سوفير اللي سبق لي وشاركت معكم في بدايه القناه، اللي كنت يعني لراسي لونتهم بسبراي الذهبي والفضي. في هذه الصينيه هذه او البلاطو درت شويه ديال الشاركوتري او الكاشير مع لي سوسيس، قدمتهم بهذه الطريقه باش يعجبوا الوليدات. شويه ديال كيري، الزيتون الاسود، الثوم المخلل على الطريقه الاسبانيه، درت شويه ديال الخضيره بالفلفله الوان كتعطي المنظر والنكهه، ايضا الخيار المخلل والزيتون اللي مسلل كيكون غير بالملحه، انا كنحمق عليه في هذا الوقت هذا. ودرت شويه ديال الاومليت غير بزيت الزيتون قليل فقط والملح، والنص درت عليه شويه ديال الكمون. وهذا البلاطو الزجاجي درت فيه تشكيله من الفواكه الجافه والنوغا، شويه ديال التمر، المشمش، الكرموس او التين، النوغا بالفواكه الجافه والمكسرات، وهذا الخبيزه الايطاليه اللي معجونه بالتمر وبالقرقاع او لا بالجوز. حطيت ايضا شويه ديال القرقاع او الجوز صاين في داك القريعه مع لوبانس اللي بغى يقشر لراسو. وفي هاد لي فيغين حطيت شويه ديال فيلاديلفيا، الزبده مملحه، وشويه ديال القمر او القشطه. زينت ايضا بهذا الصندوق من العسل اللي كيجي المنظر ديالو راقي بزاف في المائده ديالنا، كيكونوا قرعات صغيرين فيهم انواع مختلفه ديال العسل. والكريب قدمتهم بهذه الطريقه هذه باش كيجيو سهلين في الاستعمال، قدمتهم مع الشوكولا الدهن والكريمه شانتيي. وهاد المره ايضا ما بغيتش نحط الصينيه، درت الكويسات بهذه الطريقه هذه، وحطيت داك لو سوبلا اللي سبق لي وشاركت معكم في المشتريات السابقه. غادي نخليكم دابا مع الوصفه ديال الكريب ونرجعوا من بعد للبرانش. بالنسبه للمقادير ساهلين وبساطين، عندنا واحد المعلقه كبيره ديال السكر، واحد الكيس ديال الفانيلا، قبيصه ديال الملح كيف كتشوفوا هنا في الجانب، جوج ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نديرها اكيد الدوب من الاحسن، واحد 100 غرام ديال الدقيق كيف كتشوفوا، كاس ديال العنبه اللي ما عندوش الميزان، وهنا عندي واحد ربع لتر ديال الحليب. بعد كناخذوا مولينكس او الطحن الكهربائي، كنوضعوا فيه البيض ديالنا، جوج بيضات، كيس ديال الفانيلا وقبصه الملح، الملعقه ديال السكر، الزبده الدائبه، الدقيق والحليب. كنطحنوا هاد العناصر جيدا حتى كينسجموا، ولا لقينا البقايا ديال الدقيق في الجوانب فضروري ما كنحركوهم بشي معلقه، وكنرجعوا نطحنوا الخليط مره اخرى. ومباشره نقدروا نبداو نطيبوهم، كنديروا المقله الخاصه بالكريب سخن. الا كانت عندكم هاد الاداه هادي استعملوها، كتقدر تسيحوا بها الكريب ديالكم بطريقه متساويه. انا ما غاديش نستعملها حيت ماشي كل الناس كيتوفروا عليها. صبيت القليل من الخليط في وسط المقلاة فقط، وكنسيحو بهذه الطريقة هذه حتى كتلبس لنا المقلاة بالخليط. ومباشرة مجرد ما كنوضعوها على النار كيطلعوا هاد الفقاعات، كنبقاو نحركوا المقلاة باش كطيب لنا الكريب ديالنا مقاده من التحت. وملي كيبداو الجنيبات كيحمروا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كنجيبوا شي اداه من الاحسن ما تكونش حاده بزاف باش ما تقشرناش المقلاه ديالنا، والا كانت من البلاستيك يكون احسن. كنقلعوا الكريب ديالنا نقلبوها على الجهه الاخرى، وكنبقاو كنحركوا بهذه الطريقه هذه، والا شفنا داك الفقاعات كيطلعوا كنبقاو نضغطوا عليهم بيدينا باش تجينا الكريب متساويه. وفي نفس الوقت راني دايره الاومليت ديالي طيب. كنبقاو كل مره كنشوفوا الكريب ديالنا من التحت واش طابت، ما كنخليوهاش تحمر بزاف.
هانتوما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. كنوضعوها على شي منديل باش ما تعرقناش، حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله، وعاد داك الساعه كنتناولوهم. وعلى فكره اللي بغى يدير الكريب مالح فضروري ما كنحيدو داك المعلقه ديال السكر وداك الكيس ديال الفانيلا، وكنزيدو شويه ديال الملح. فهاد النوع ديال الفطور كتكون عنده واحد الحلاوه خاصه سبحان الله. هي اولا اللمه العائليه، كنكونوا مجموعين وكنقضيو وقت اكثر من ما كنفطروا يعني فطور عادي، لان كتشهى وكتهضر وكتاخذ من هنا وكتاخذ من هنا، والوليدات كيفرحوا كنبدلوا الجو، خصوصا دابا راس العام وهاد الظروف هادي والوباء كلشي ساد، فعلاش لا ما نديروش طاقه ايجابيه في بيتنا ونفرحوا براسنا بحال الا مشينا لشي مطعم خمس نجوم ولا اكثر، علاش لا. فغادي نخليكم احبابي مع هاد اللقطات الجميله اللي شاركت معكم. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والوصفه ان شاء الله تجربوها وانا اكيد غادي تعجبكم، غتولي معتمده عندكم. ما تنساوش احبابي دعموني باللايك للفيديو وتخليوا لي التعاليق ديالكم الى عندكم شي ملاحظات او اقتراحات، فانا دائما كنجاوب كل شخص على حده بكل فرح وسرور. وما تنساوش احبابي تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش حتى هما يجربوا هذه الوصفه هذه، لان فعلا كتستحق التجربه، وانا اكيده اللي جربها غتولي معتمده عنده، لان الكريب كيجيو ناجحين وبمقادير مضبوطه. فكنتمنى لكم احبابي فرجه ممتعه لباقي الفيديو، ونقول لكم تهلاو لي فراسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.